هل يجوز التسبيح بالأيدي باليد الشمال؟ والله ما كانت هذه الأسئلة قبل أن أبيت. السؤال بيقول لك على وشك يبان يا ما دماغي اللي بان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمناه. ومده خلى العيال ما هم عايزين يسحبوا الزمن نفسه كده علينا كده. إذن لازم نسبح بيمنانا زي الحكاية دي؟ لا مش لازم. لو سبحت بيمناك فهو خير، لكن لو سبحت بيسراك أيضا لا بأس. طب انتوا دلوقتي بتقولوا ان السبحة بدعة، طب انا عايز اقول استغفر الله 100 مرة فمش هينفع على ايد واحد اتلخبط، فعايز الايدين. ما يجراش حاجة يعني، ما يجراش حاجة. والاكل باكل بايدي اليمين، لكن نفرض ان انا عايز امسك حاجة بايديا الاتنين ينفع، ما فيش مانع استعمل ايديا الاتنين. فاذا امثال هذا التدقيق والطريقة دي والمسائل دي هي الغرض منها انشاء عقلية سطحية تجعل هناك برنامج اخر غير البرنامج اللي فعله اجدادنا وعلماؤنا ومجتهدون ومفكرون عبر التاريخ، مما جعل مثلا شعب مثل مصر يتشبع بالإسلام. لكن هنا بالطريقة دي لا، ده طريقة زهق. والاهتمام بقى يعني تحول هذه المسائل إلى قضايا تشغل بالنا، وهي قضايا من اللياقة، من اللباقة، من الآداب العليا، من الإتيكيت. مش قضايا، دي مسائل وليست أصلا قضايا. قضايا دي هي اللي تضحي بحياتك عشانها. فاختل الميزان. خلي بالكم ماذا تفعل مثل هذه الأسئلة إن أجبنا عنها وسكتنا، يعني كأنها قضايا حاجة مهمة يعني. لا، لازم نقولها ونقول الكلمتين دول: إنقاذا للأمة من ورطتها.